الكرسي بهذه الطريقة وتخلونه بهذه الطريقة بين الرجول، مو قدامه ولا وراء، تخلونه بهذه الطريقة. وقت السجود مثلا الحين ركعنا وقمنا، وقت السجود يصير الكرسي بهذه الطريقة. الحين أنا وزني كله على الكرسي مو على ركبتي، بهذه الطريقة الوزن يصير على الكرسي وكلش ما احس بألم في الركبة، واقدر اقوم ورد اسجد مرة ثانية. وقت السجود اكو اقعد على الكرسي، صلاتي الحمد لله ما فيها ألم في ركبتي، وهذا الفيديو قابل للنشر لتعم الفائدة. الله يعطيكم الصحة والعافية ان شاء الله.